السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. الأجواء الحالية في مدينة الكويت ومعظم المناطق أجواء حارة، نشاط في الرياح الشمالية الغربية أدى إلى إثارة الغبار على بعض المناطق الغربية والمناطق المكشوفة من دولة الكويت، وتوقع أن يستمر نشاط الرياح إلى الساعات الأولى من المساء، ومن ثم تبدأ الرياح تخف تدريجياً. الأجواء الحالية في مدينة الكويت: السماء صافية، درجة الحرارة الحالية 42 درجة مئوية، سرعة الرياح 15 كيلو متر في الساعة، شمالية غربية، الرطوبة النسبية 12%، الرؤية الأفقية جيدة 8 كيلو. الطقس المتوقع لمدينة الكويت ومعظم المناطق في منتصف هذه الليلة: أجواء معتدلة خاصة على المناطق الغربية من دولة الكويت، يستمر النشاط النسبي للرياح قد يصل 40 كيلو متر في الساعة على المناطق الغربية والمناطق الشمالية، متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة في منتصف هذه الليلة ما بين 31 درجة مئوية في منطقتي الشقاية والسالمي، المناطق الوسطى المناطق الساحلية متفاوتة ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعات صباح الأولى من نهار يوم الغد، متوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 28 درجة مئوية في منطقتي الشقاية والسالمي. الرياح راح تكون رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما المناطق الوسطى وكذلك الساحلية متفاوتة ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية في معظم المناطق البحرية وكذلك الجزر. الأجواء راح تكون أجواء معتدلة إلى تميل الحرارة في بداية النهار، ولكن من منتصف نهار يوم الغد مع اعتدال الرياح الشمالية الغربية متوقع أن تصل أو تتفاوت درجات الحرارة العظمى ما بين 45 درجة مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت، المناطق الوسطى والساحلية متفاوتة ما بين 42 إلى 47 درجة مئوية مع استمرار الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة. الأجواء البحرية المتوقعة أعزائي المشاهدين خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله: أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، باستثناء اليوم بالليل راح يكون هناك ارتفاع بالموج قد يصل لستة أقدام خاصة على بعض المحادق الجنوبية وكذلك الشرقية بسبب النشاط النسبي لسرعة الرياح. التيارات لا تزال تيارات قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:13 دقيقة. موعد شروق الشمس الساعة 4:48. موعد أذان المغرب الساعة 6:48 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله: يوم الاثنين باكر راح تكون أجواء معتدلة إن شاء الله، استمرار في الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة من 15 إلى 35، العظمى متوقع 44 درجة مئوية، الصغرى 33 درجة مئوية. ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء أجواء رطبة نسبيا على المناطق الساحلية بسبب تحول الرياح للرياح الجنوبية الشرقية، تعاود الرياح الشمالية الغربية في عطلة نهاية هذا الأسبوع، ومتوقع نشاط في سرعة الرياح في يوم الجمعة القادم. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن أخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.